بجد ترحيبي بيكم مشاهدينا الاعزاء، وصلنا لاخر فقره من فقرات برنامجنا نهارك ابيض، فقره سهم وقوس، واللي هيكون من ضمننا فيها كابتن رامي سعد لاعب نادي الزمالك السابق. الحقيقه يعني انت منور ومبسوطه جدا بوجودك معايا النهارده، والله طمني عليك يا كابتن. في البدايه طبعا انا يعني لازم اقدم لكم الحقيقه التحيه والتقدير من جماهير نادي الزمالك ولاعبين السابقين بنادي الزمالك. الحقيقه نادي الزمالك اكتر حاجه عملها في الفتره الاخيره نقدم مجموعة شباب الحقيقة واجهة لنادي الزمالك من خلال قناته اللي كل الوطن العربي بيتابعها. بشكرك يا كابتن، فلابد ان بجد احنا الحقيقة نحييكم على المجهود اللي انتم بتقدموه للناس، وده احنا مفتقدينه الحقيقة من سنين طويلة، وده كمان ان احنا نعمل كوادر تقدر تدافع عن نادي الزمالك في السنوات القادمة ان شاء الله، لان احنا كنا بنفتقد ده في الفترات الاخيره. طبعا انا اللي برحب بيك وبشكرك جدا على الاستضافه الجميله الحقيقه. ربنا يخليك يا كابتن، بشكرك جدا. وخليني كده ابدا معاك حلقتنا. طبعا عايز اسالك اكيد عن مباراه مصر وطلائع الجيش في كاس مصر، كان الدور 16. عايز اعرف شفت ازاي اداء الزمالك في المباراه؟ في الحقيقه المجموعه اللي بتلعب من الشباب الحقيقه بتادي اقصى حاجه عندها، ودي حاجه مهمه، وكانت حاجه مهمه جدا ان احنا ندفع بالشباب الصغير، لان الكره دلوقتي خلاص اتغيرت بشكل كبير بعد يمين يامال ما لعب وهو عنده 16 سنه. فبقاش في حاجه اسمها ناشئ بعد 16 سنه، خلاص لا خلاص بقى لعيب درجه اولى. احنا ناشئين عندنا بيبداوا هم يعني سن كبار، بنقول عليه سنة ناشئين و22 سنه بنقول عليه وده ناشئ، مش طبيعي طبعا. ففي الحقيقه لا احنا الحقيقه بنقدم مجموعه من الشباب الجيدين جدا، وده يدل ان نادي الزمالك بيعتمد على ابنائه منذ النشأ يعني، وبالتالي المجموعه اللي موجوده في الوقت الحالي في نادي الزمالك مجموعه جيده، ولكن احنا في ناس كتير قوي بنحاول نوقعهم من المجموعه دي، لان احنا يعني نادي الزمالك لابد ان كان يبقى في كومبينيشن بين الجيلين. الدمج دايما او عمليه الدمج بين الجيل والجيل او الاحلال والتجديد او اعاده الهيكله بتبدا تدريجيا. احنا للاسف دفعنا بيهم مره واحده حطيناهم في النار، يعني ضغطوا بشكل بالزبط او بالزبط باخر يعني. فده ادى بين برضو معدن كبير جدا من الناشئين الجيدين اللي ظهروا بشكل جيد. ايشو واحد من اللعيبه الجيده اللي ظهرت في الفتره الاخيره بشكل جيد. محمد السيد يمكن انا في المباراه بتاع طلاع الجيش انا استغربت مكانه، لانه هو واحد الحقيقه من افضل 8 اللي بيلعب في سنه، وانا متابعه من هو في البراعم تقريبا والتدرج في الناشئين ومنتخب مصر مواليد 2006. فالحقيقه واحد من اللعيبه المميزه جدا في نص الملعب. استغربت قوي ان هو يلعب باك رايت في مباراه مهمه ومصيريه. ما شفتوش موفق في المكان ده. محمد لعيب كوره وعنده مميزات وعنده عيوب. هو لعيب مش سريع، والباك رايت دايما محتاج لعيب سريع، يعني احنا شفنا نيمار فترات طويله قوي بيلعب باك رايت لان هو عنده سرعات، والسرعات دي بتميزه كتير. اعرف منك شفت مين من اللعيبه الناشئين تتوقع انه يعني احنا اتكلمنا عن اهميه اللعيبه الناشئين والشباب الصغيره اللي ممكن في فترات يدعموا الفريق في مراكز معينه يكون محتاجها الفريق، شفنا امثله كتير كويسه، وشفنا امثله يمكن لسه محتاجين وقت او لسه مش بيقدموا المطلوب منهم داخل نادي الزمالك. مين فيهم من وجهه نظرك انت يا كابتن حسيت ان هو لا ده مميز، ده في الفتره اللي جايه هتالق، ده هيدعم الفريق؟ انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. اول حاجه انا شفت احمد عبد الرحيم ايشو الحقيقه واحد من اللعيبه المميزه جدا، وعلى مدار السيزون اللي فات لعب مباريات كتيره وادى بشكل جيد، ولكن احنا عندنا بقى مشاكل في التكوين الجسدي لمعظم اللعيبه المهاريه، واحنا عندنا مشاكل ان احنا ما بنبداش نعمل برامج تغذيه وبرامج تاهيل وبرامج تطوير للاعب بمراحلها المختلفه. فبالتالي انا شايف النهارده يمين يامال لما طلع من برشلونه، انا عايز اقول لحضرتك دايما بندي الامثله على الانديه الكبيره لان دي اللي احنا المفروض نشتغل عليها. بناخد النماذج الجيده بحيث ان احنا نحاول نطور سنة فيها كمان وما شاء الله عليه يعني. فانا شايف ان النهارده لما برشلونه تبدا تحط سيستم وتحط برنامج تاهيلي وتطويري للاعب بشكل جيد، يجيبوا له احسن شيف في العالم في اسبانيا واحسن معد بدني في اسبانيا عشان يجهزه ويظبط البنيه الجسديه بتاعته لانه عنده مشاكل فيها، لانه في مراحل التطور النمو. فبالتالي انا شايف ان ايشو من اللعيبه المميزه جدا، ولكن عنده البنيه الجسديه محتاجه ان هي تتطور بشكل جيد. فبالتالي انا شايف ان هو واحد من افضل اللعيبه اللي ممكن تساعد مع الفريق الاول في الفترات اللي جايه، ولابد ان هو يبقى مشروع نجم نبدا نشتغل عليه من دلوقتي، نطور كل المراحل بتاعته. محمد السيد كمان واحد من اللعيبه المميزه بالنسبه لي في نص الملعب، محتاج ان هو
عنده مشاكل في التحملات بتاعه، التحمل البدني بتاعه محتاجه تتظبط بشكل جيد. لابد ان احنا نبدا نشتغل على نواقص اللعيبه عشان اللعيبه دي توصل للتوب فورم، عشان كمان يقدروا يشيلوا فرقه نادي الزمالك في اللي جاي. صحيح طبعا يا كابتن، يعني الحقيقه في عناصر مميزه جدا وعناصر باينه وواضحه جدا ان هم هيكونوا كويسين. برضو شناوي، لو هنتكلم على شناوي الى حد ما هو طبعا محتاج لخبرات وطبعا محتاج لاعداد اكبر، ولكن الى حد ما اللاعب كويس وتالق في مباريات كتير شفناه. فالحقيقه في عناصر مهمه وعناصر، دايما بنتكلم على اهميه القطاع بتاع الناشئين، انه زي ما حضرتك قلت هو بيطلع اللاعب عنده انتماء كبير قوي للنادي، خايف على النادي، قلبه على النادي، فده بيفيدنا وده مكسب لنادي الزمالك دايما. يعني طبعا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الشناوي احنا ما نقدرش نحكم عليه في الفتره اللي فاتت، لعيب صغير كان لسه بيلعب في الناشئين، هو اتخض كمان يا كابتن. فجاه الجهاز العصبي ما يقدرش يتحمل كل الضغوط اللي موجوده. فبالتالي انا شايف ان النهارده انا ما اقدرش اظلم شاب لسه ممكن يبقى زي ما بيقولوا كده ده بذره جيده ممكن نجم ثمارها بعد 3 4 5 سنين انه يبقى حارس نادي الزمالك في السنوات القادمه. وبالتالي انا ما اقدرش الومه، ما اقدرش احكم، ما نقدرش نصدر حكم نهائي على اللاعب. انا عايز اقول لحضرتك لابد ان الناس تشجع الاولاد اللي موجوده الصغيره وتدعمهم طول الوقت، لان الفتره دي فتره تشجيعيه للولاد، لان انا عايز اخد منهم على اللونج تايم، مش عايز اخد منهم النهارده طبعا. فبالتالي انا محتاج الدعم والمسانده دايما للعيبه الشباب، حتى لو اخطا لابد ان احنا نقف جنبه وندعمه ونشيله، لان هو ده اللي هيشيل النادي في السنوات اللي جايه. طبعا دي حقيقه يا كابتن. طب وسريعا كده، شفت زي تصريحات مستر خوسيه جوميز انه اتكلم وقال انه لا، لابد ان انا اريح اللعيبه الكبار ولازم اشرك اللعيبه الصغيره، لان عندنا تلاحم في المواسم، عندنا مباريات كتير ورا بعض مهمه، مش في حمل ان يبقى في اي اصابه للاعب كبير اساسي في الفتره اللي جايه. شفت التصريحات دي ازاي؟ انا شفتها خاطئه بجد. يعني انا بصي، انا بحب نادي الزمالك حب مش طبيعي، اتربيت في النادي وقعدت في سكنه، وكنا جيل شيكابالا، وكلنا كنا قاعدين تحت سكن النادي، كلنا كنا بنحب النادي، وكلنا بنعشق نادي الزمالك. فما بنعرفش نجمل. يعني انا النهارده جوميز بالنسبه لي مدرب جيد، ولكن انا شفته بيهرب من المسؤوليه. ولكن يعني يا كابتن برضو لو هتكلم معاك على ده، بالعكس يعني انا حسيت انه كان جريء جدا انه يقدر ياخد قرار زي ده ويصمم على القرار. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، النهارده نادي الزمالك لابد انه ينافس على البطولات كامله. طبعا انا ما ينفعش، انا النهارده الدوري انا كنت معاك انك تشرك اللعيبه في نهايات الدوري عشان اقدر اقيم اللعيبه اللي ممكن تكمل معايا، ولان انا عارفين نهايته وكنت عايز ده، وانا شجعته وكنت من ضمن الناس اللي بتتكلم ان انا دي خطوه جيده جدا لنادي الزمالك. ولكن في المباريات المهمه انا لابد ان انا ابقى عارف ان في بطوله انا لازم اخدها لنادي الزمالك، ولازم ابقى عارف ان نادي الزمالك نادي كبير يا جماعه. نادي الزمالك نادي له شعبيه جماهيريه على مستوى الوطن العربي وافريقيا كبيره، قاعده كبيره جدا وعريقه. فلابد ان المدير الفني، والراجل طلع وقال ده في البرامج بتاعته والتصريحات بتاعته، ان هو في نادي كبير وشاف ان الجمهور ما كانش مصدق ان جمهور نادي الزمالك يبقى بالكم ده وبالحجم ده. فبالتالي لابد ان هو يعرف ان احنا لابد ان احنا ننافس على كل البطولات اللي بيلعب فيها نادي الزمالك. دي حقيقه طبعا، واكيد حجم نادي الزمالك معروف، واكيد ان احنا نبقى بننافس على كل البطولات وبنفوز بكل البطولات طبعاً. ده اللي مطلوب، هو طبعاً. ده المطلوب وده اللي الجماهير عايزاه وده اللي يستحقه فعلا نادي الزمالك بتاريخه. ده حقيقة. طبعا حصل في الفترات الاخيره اخفاقات من اتجاهات كتير، لخبطه ومشاكل كتيره حصلت، يمكن اثرت بشكل كبير بالسلب اكيد على نادي الزمالك وعلى المنظومه بشكل كامل، ولكن بنتمنى في الفتره اللي جايه مع الصفقات ومع الدعم ان شاء الله نشوف يعني اداء مختلف تماما. ارجع اكلمك يا كابتن على شيكابالا وعلى وجوده اللي طبعا بيفرق بشكل كبير جدا جدا مع اللعيبه، وطريقته بقى في لم اوضه اللبس، خصوصا ان احنا عارفين ان خلاص يعني دي تقريبا حسب كلامه وتصريحاته ان دي الفتره الاخيره ليه في النادي. شفت ازاي اهميه عودته؟ اول حاجه لاباتشي ايقونه نادي الزمالك وجماهيره ويمكن ايقونه الوطن العربي كله. شيكابالا الحقيقه واحد من كل لعيب بيطلع يلعب جنب شيكابالا او بنجيب لعيب جديد ما يبقاش مصدق نفسه ان هو موجود في نادي الزمالك جنب شيكابالا، لان شيكا الحقيقه واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ نادي الزمالك وفي مصر وفي الوطن العربي على مر العصور الحقيقه. فبالتالي شيكابالا طبعا عقليه في الفتره الاخيره ناضجه بشكل جيد جدا، وده بان في اخر تصريحاته ولقاءاته الحقيقه. وانا واحد من الناس اللي مبسوطه جدا جدا ان شيكابالا وصل للنضج ده وبقى يعني بقى اهدى كتير. بالظبط. وعايز اقول لك ان شيكابالا هو طول عمره حنين وكويس ولطيف وكل طبعًا حاجه، دي هو مشكلته الحقيقه ان كان في مجموعه من الناس بتتسلط عليه ان هو تشتمه بامه وباهله، وده الحقيقه كان حاجه سيئه جدا. لكن شيكابالا في الفتره الاخيره واحد
من الناس المهمه جدا في منظومه نادي الزمالك للحفاظ على اسم النادي وعلى كيانه. ويمكن كل لعيب بيبقى عايز يجدد لما بيكلمه شيكابالا بياخد خطوه التجديد تلقائيا بدون اي مبررات. فهو الحقيقه ساعد المجلس الحالي والمجلس السابق في استقرار الفريق من نواحي المعنويه للاعبين. فشيكا الحقيقه شايل عبء كبير ودوره جدا، ودوره مع اللعيبه الشباب كمان يا كابتن طبعا شايل عبء كبير جدا شيكا الحقيقه الفتره الاخيره. ولكن هو ده شيكابالا اللي احنا نعرفه، اللي هو بيحب وعاشق لنادي الزمالك بشكل كبير. صحيح. طيب لو هسالك كده على في الفتره الاخيره، احنا شفنا كل حاجه بيعدي بيها نادي الزمالك، يعني من تخبطات، من يمكن طلع منها نادي الزمالك شويه رجع تاني فيها، شفنا كل حاجه. في المرحله الاخيره شفت ايه اهم مكاسب نادي الزمالك من حيث بقى طريقه اللعب او غيرها، بس مكاسب طلعت لنادي الزمالك في الفتره المكاسب اللي طلعت لنادي الزمالك في الفتره الاخيره؟ ابناء نادي الزمالك اللي طلعت من قاعده الناشئين الحقيقه ده مكسب كبير جدا، هيوفر على النادي ملايين كبيره في الفترات اللي جايه. الله يكون في عون مجلس الاداره الحالي، عنده مشاكل كبيره جدا 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 بيحاول يحلها، ويعني بيتهاجموا كتير وبيتحاربوا كتير من اول ما جم او قبل ما يجوا. المجلس الموجود كان بيتحارب يعني بشكل كبير جدا. طبعا حته ان هم بيحاولوا يسعوا على لاكبر وقت كبير ان هم يقدروا يحلوا ازمات القيد ومشاكل اللعيبه والديون اللي موجوده على النادي. الموضوع كبير جدا الحقيقه، الله يكون في عونهم، لان الموضوع صعب جدا. فبالتالي انا مشفق على نادي الزمالك كواحد محب وعاشق للنادي، انا مشفق على النادي في السنين الاخيره. احنا بقى لنا 15 سنه الحقيقه بنطلع من ازمه، نتحط في ازمه، ولولا زي ما قلنا في بدايه الحلقه الجمهور العظيم والمحبين والعاشقين لنادي الزمالك، كان نادي الزمالك دلوقتي زيه زي الانديه اللي كانت في القمه في السنين زمان، هنقول زي البلاستيك والانديه الكبيره العريقه اللي كان ليها اسم في كره القدم زي السكه الحديد. يعني عايز اقول لحضرتك الجمهور الحقيقه احنا بنقول له دايما ساند وقف جنب ناديك وفرقتك، لان انت الدعم الاساسي القوي اللي محتاجه الفريق في كل الازمات. صحيح يا كابتن. طب ايه كانت من وجهه نظرك كده وانت بتتفرج على المباراه الاخيره او المباريات الاخيره بشكل عام سلبياتنا اللي شفت انه لا هو لازم يتم معالجه السلبيات دي، ما ينفعش نكمل بيها في المشوار بتاع الموسم الجديد ان شاء الله او السوبر الافريقي؟ احنا محتاجين النهارده تدعيمات، ومحتاجين لعيبه تبقى بشكل قوي جدا. لان احنا شفنا في لعيبه موجوده في فريق نادي الزمالك لا تصلح ان هي ترتدي تيشيرت نادي الزمالك، لان احنا زي ما حضرتك بتقولي احنا بننافس على كل البطولات. فالفريق اللي بينافس على كل البطولات لابد ان يكون الكواليتي بتاع لعيبه عنده عالي جدا، لان ده هيساعد ان انت تحصلي على كل البطولات القادمه. نادي الزمالك زي ما قلنا في البدايه نادي كبير، محتاج ان هو دايما يبقى عنده لعيبه تقدر تحمل اسم النادي، لان اسم نادي الزمالك كبير طبعا. كبير جدا على لعيبه ممكن تيجي من الدرجه الثانيه ما تبقاش عندها الوعي الكافي ان هو ممكن يتحط تحت ضغط عصبي كبير زي ده. فانا شفت ان لابد ان اللعيب اللي يدخل نادي الزمالك في الفتره الاخيره لابد ان هو يكون على قدر كافي من المسؤوليه ومن المسؤوليه والانضباط والوعي طبعًا. ان هو بيلعب لنادي الزمالك. واللعيبه الشباب دي كمان عندها فرصه مهمه، يعني دي فرصه طبعًا. كبيره جدا ان انت تلعب في نادي الزمالك وتلعب بقميص نادي الزمالك طبعًا. لازم يمسك فيها طبعًا. ولازم طبعًا. يظهر باحسن شكل ممكن. يعني الناشئ اللي مش هيلعب دلوقتي بشكل جيد مش هيلعب كره تاني. طبعا. لان طبعًا. النهارده انت فرصة. عندك فرصه كبيره طبعًا. ان الراجل بيحاول يشوف كل انا اللي انا اعرفه ان في حوالي 18 لعيب من قاعده الناشئين بيتمرن في الدرجه الاولى. فالنهارده لما يبقى في 18 لعيب، احنا زمان كان بيطلع 5 6 بالعافيه. طبعا. النهارده لما يبقى في 18 لعيب من قاعده الناشئين نادي الزمالك فدي فرصه، اللي مش هيمسك فيها بايده واسنانه زي ما بيقولوا بالبلدي كده هتروح عليه وخلاص، مش هيلعب كوره تاني، هينزل يلعب في الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. صحيح. لان هو لابد ان هم كل لعيبه لابد ان هو يبقى عنده وعي وعنده تركيز والتزام، لان ودي من مكتسبات والبعد عن السوشيال ميديا الحقيقه في الفتره دي حاجه مهمه جدا. لابد ان اللعيبه الصغيره اللي طالعه تبعد عن السوشيال ميديا، لان ده الخطر الكبير جدا اللي بيواجهه اللاعبين في السن الصغير، لان ده ممكن يحرقه بدري جدا. صحيح. فمحتاجين بقى حاجات بقى سيكولوجي كتير جدا عشان يقدروا يكملوا المسيره اللي المفروض ان يعني يكملوها ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. اكيد. طيب السؤال بقى اللي بيدور في ذهن كل زملكاوي دلوقتي، وهو شكل قائمه نادي الزمالك في الموسم الجديد، وتتوقع مين او كم لاعب ممكن يرحل كده من القائمه الحاليه؟ 10 لعيبه تقريبا. 10 لعيبه 10 لعيبه يرحلوا القائمه الموجوده في نادي الزمالك، 10 لعيبه ل 12 لعيب لابد ان هم يرحلوا، لان هم خدوا فرصه كبيره جدا وما بينوش للناس وما قدموش للناس اي نتاج. المحترفين لابد ان هي تبقى على قدر كبير من المسؤوليه لنادي الزمالك. الكواليتي بتاع اللعيب المحترف، انا النهارده بجيب لعيب محترف لابد ان هو يبقى قد اللعيب المصري او اللعيب المحلي
بمثلا 300%. فانا شايف ان لابد الكواليتي بتاع اللعيب اللي يجي لنادي الزمالك لابد انه يبقى كواليتي لعيب جامد، لان النهارده هتنافس على البطولات. بس عايز اقول لك على حاجه برضو يا كابتن، يعني احنا السوق دلوقتي بمعنى اصح كده ما فيهوش اللاعب اللي يشدك ان انت تحس ان ده هيجي وهيفرق بشكل كبير قوي مع النادي. يعني احنا ماشي 10 او 11 لاعب بس، احنا ما عندناش بدايل في الدوري كويسه بشكل كافي ان انت تجيبها. يعني حتى اللعيبه الكويسه اللي موجودين في اسماء في الانديه بتبالغ في ارقامهم، في اسماء في فرق. ما احنا بعد الثوره الارقام بقت فلكيه. طبعا يعني قبل الثوره كان اكبر لاعب في الدوري المصري بياخد 1,000,000 جنيه، دلوقتي بعد الثوره بنسمع 40 و50 وحاجات كده. ما بالظبط، احنا ميزانيه برضه يعني نادي الزمالك دلوقتي هيبقى صعب عليها تتحمل ان اللعيبه اللي موجوده في مصر لا يصلحوا ان هم ياخدوا اكتر من 3,000,000 جنيه كلهم بلا استثناء. يعني مش عايزين نحمل الدوري المصري. بص هقول لحضرتك على حاجه، القيمه التسويقيه للدوري، ما احنا خلينا نتكلم ان احنا النهارده كل الدول اللي حوالينا تطورت في كره القدم. ما هو ده تخبط بقى اداره الكوره في مصر، وان ما فيش منظومه كويسه ومنظومه مظبوطه منضبطه. انا بقول لحضرتك اهوت، وحاجه على مسؤوليتي، بعد اكتوبر الكوره في مصر هتتغير بشكل كبير جدا بعد انتخابات الاتحاد المصري لكره القدم. نتمنى والناس طبعا اللي بيتكلموا ان هي هتيجي تمسك الكوره في مصر ناس عظام، انا شايف ان ممكن المنظومه تتغير بنسبه 100%. فبالتالي ان شاء الله احنا شايفين ان الامور هتبقى كويسه. طبعا بنتمنى توفيق لنادي الزمالك في اللي يا جاي يا رب. اكيد. وبنشكر دايما الجمهور المساند، وبشكر حضرتك على الدعوه. انا الحقيقه والله انا اللي بشكرك يا كابتن، انت نورت وشرفت، وبجد كلامك كله مهم جدا، واكيد في لقاءات اخرى. بشكرك شكرا جزيلا بجد. شكرا. يعني كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. كان في ضيافتنا نجم نادي الزمالك السابق كابتن رامي سعد، اتكلمنا كلام كتير قوي مهم اكيد عن نادي الزمالك في الفتره القادمه ان شاء الله. بنتمنى له كل التوفيق، ونشوف في الموسم الجديد تغيير شامل لكل حاجه داخل المنظومه او داخل الدوري، وان شاء الله نشوف يعني حاجه ترضي جماهير نادي الزمالك. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من نهارك أفضل.